هاي نونة، ازيك؟ اهلا مديحة. هاي قمر. قمر باي باي حبيبتي. لبنى مش معقول، قميص نومك يجنن، جايباه من انهي بوتيك ده؟ هاي نونة. اهلا نونة، ازيك؟ اهلا سكرة، تصبح على خير. وانتي من اهل يا حياتي. ايه شبط الامراض بقى، مش قادر. عاصم اعصابي اعصابي. لا انت احسن حاجه بقى تقعد تقول انا زيت انا زيت انا زيت. عندك حق، انا زيت انا زيت انا زيت انا زيت انا زيت انا زيت. مساء مساء النور. انا زيت انا زيت انا زيت انا زيت انا زيت انا زيت انا زيت. يلا خش لنا. حاضر. يلا تصبحي على خير يا عسل. يلا يا عسل بقى عشان نخش ننام. خلينا شوية يا عاصم، خلينا شوية. بقول لك جرنا الستات يا عاصم. انت تقعد هنا ما تتحركش، فاهم ولا لا؟ ايه هو ده؟ افرض حبيت اروح الحمام. ممنوع. افرض عطشت. بقول لك ايه، كل حاجة ممنوع، فاهم ولا لا؟ انت يجي اليوم اللي اتجوز فيه واخلص من الهم ده. يا سلام. افرض طيب. ايه يا بنت الحلاوة دي؟ احترم نفسك. اتفضل. شكرا يا فندم. انا متشكره قوي، مش عارفه لو كان ممكن اعمل ايه. انت تمرين يا هند، اقل واجب. هتصبح على خير. نهايه انسه. نهايه انسه. انا اسف، حضرتك قلت لي اسم الفرقه ايه؟ فرقه بنات مازن السعرجيه. شكرا. ايه ده؟ بقول لك ايه، عايز اقول لك حاجه مهمه قوي. ايه؟ ما خدتش بالك من حاجه غريبه كده في البنتين الجداد دول؟ غريبه؟ غريبه ازاي يا؟ معرفش، اول ما ايدهم بتيجي عليا بحس باحاسيس غريبه قوي. فين؟ فاهم؟ في معدتي. معدتك حموضة؟ حاجة زي حموضة. دلوقتي بس عرفت مين اللي فعل مرارتي. مين فعلك مرارتي؟ قدامي. مين فعلك؟ قدامي. بقول لكم ايه، كله ينام، الصحيان بدري مفهوم؟ مش عايزة دوشة. بقول لكم ايه، كله ينام، صحيان بدري مفهوم؟ مش عايزة دوشة. طب ممكن اقلع الباروكة وانا نايم؟ مفيش باروكة، ما نضمنش الظروف. نونة بقى يا حبيبتي تصبحي على خير. وانت من اهله يا عصمت. بقول لك ايه، زي ما اتفقنا هتقولي ايه؟ سمعيني بقى. انا ست. ايوه انا ست. ايوه انا ست. ها انا ست. يلا كمان مره. انا ست انا ست. ها انا ست انا ست انا ست انا ست انا ست. سكرة. كنت عايزة اشكرك على اللي عملتيه معايا، انت فعلا راجل. عرفت ازاي؟ قصدي مش عارفك يعني. لا ايه الراجل دي، معقولة؟ احنا بنات لازم نقف جنب بعض يعني. لولاكي كان زمانهم رموني في الصحراء. معقولة حد يرمي النعمة؟ ده حتى يبقى حرام. ايه ده؟ الدنيا برد قوي هنا. لو بتفكري تعملي اي حاجة انا ممكن اعملها لك. اي حاجة؟ اي حاجة؟ انا ممكن افكر في مليون حاجة. نهاية. نهاية دي بداية. سكرة تعالي تعالي، هي تلاقيها بس بتتمم. مش عايزاها تشوفنا مع بعض. لا ما تخافيش، تشوفنا زي مع بعض. وبعدين انا مش هجيب سيرة لحد خالص، ولا حتى العصمت. لعلمك عصمت دي قرشانة. انا هستنى معاكي هنا لغاية ما ترجع تاني اوضتها. يا حبيبتي براحتك، استني معايا سريرك ومطرحك. انا زنقاكي كده؟ ايه ايه زنقاكي دي؟ خدي راحتك خالص، خشي خشي، انا احب الدفى زي عينيا. عارفة يا نونة، وانا صغيرة كنت بحب انام جنب اختي. يا سلام. واخدها في حضني بعدين نطفي النور ونتغطى بالبطانية، وابص في عينيها وهي تبص في عينيا، ونبتدي نحلم. طمت يلا يلا احلمي.
مالك؟ ايه يا حرام، ده انت بتترعشي. هي مش رعشة على قد ما هي اعصاب. يعني ايه ده، ده انت مولعة ورجلك ساقعة موت. انا هدفي عليك. كفاية، استني بس. كفاية اعملي معروف. ايه رأيك؟ مش كده احسن؟ طبعا احسن، بس انا ست. بتقولي ايه؟ قصدي اقول ان انا ست بس تعبانة، يعني عيانة، يعني مش انت رايحة فين؟ انا كمان عيانة. طيب يعني انت عيانة وانا عيانة، نحن عيانين مع بعض يعني. تعالي بس. عارفة احسن حاجة ايه؟ ايه؟ سيجارة. عندك؟ ايوه عندي. تعملي ايه؟ يا حلاوة المولد يا حلاوة. الدنيا برد بره وبرد جوه، الواحد كده هيعيا، قصدي الواحده هتعيا. هتوقعيني؟ استني. ويعني ما تقعي، انا عايزك تقعي. انا عندي ليكي مفاجاه. تعالي اقعدي اقعدي. بصي بقى، اعمل لك مفاجاه ما حصلتش. يلا اعمي نفسك، انا وانتي وعصمك جوه، انا وانتي، انا وانتي وبس. انت تعمى قوي، سكرة قوي. هاي، ازيك؟ هاي سكرة. هاي نونة. ايه بتعملوا ايه؟ ما تيجي. ايه تيجي ديت؟ طب انا جاية. لا طنشي. مفيش احلى من قعده البلكون. عايز احكي لك حكايه الشاطر حسن وست الحسن والجميل لما كانوا قاعدين في البلكون، عمل فيها عميل فظيعه. يا ايناس يا ايناس يا انس، قومي يلا وصحي منى وحصليني على اوضه نونا، في حفله هناك. واوعي تنسي ازازه الويسكي اللي انا مدكناها. منى موني موني، قومي، في حفله، في حفله، قومي. بس يا ستي، راح الشاطر حسن زنق ست الحسن والجمال في الكورنر بتاع ايه، البلكونه. لا اصل انتوا، لا اصل دي حفله خاصه، يعني انتوا مش فاهمين. ايه ده؟ انتوا ايه؟ لا اصل مش في تعليمات تناموا بدري. لا ما هو انتوا مش فاهمين. انا لا، هو ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده بقى؟ لا استنوا، عصمت نايمه كده تصحى. لا يلا تلج، يلا تلج. ايه؟ يلا. انتوا جايبين الشرب ولا سجاير؟ ماشي كل حاجه. انا اول مره اشوف ست بتسلق ادي. بس خليكي يا جماعه بقى، انا هروح اجيب لكم ثلج. لا استني، رايحه فين يا سكره؟ هروح اجيب الثلج. لا ازاي؟ استني. الله، ما دي هتروح. طب استنوا، انا عايز احكي لكم حكايه الشاطر حسن عمل ايه مع الستات اللي في البلكونه. استنى احكي. رايح اجيب ثلج. تعملي ايه عندك؟ سرقتها، كانوا حاطينها على اللحم. ما اقصدش. انت مش خايفه؟ لا، تقدري تقولي اتعودت. غبيه. على فكره انت مش غبيه، بس جريئه قوي. قوليها بصراحه، انا لو ما كنتش غبيه ما كنتش فضلت في الفرقه دي لغايه الوقت. وايه اللي مخليكي؟ قبل كده كنت بشتغل مع فرقه رجاله، بس ما قدرتش اتعامل معاهم.
انت اشتغلتي فرقه رجاله قبل كده؟ مين انا؟ لا طبعا. اهو ده اللي انا بهرب منه. انا اشتغلت مع 6 فرق رجاله، مش عايزه اقول لك. انا عارفه الرجاله دول ما لهمش امان، خاينين يعني، حاجه زي كده. اكيد وقعتي في راجل بسباص بتاع نسوان. لا ما تخافيش عليا، انا مش سهله، وثقتي في نفسي ملهاش حدود. مشكلتي ان عندي حساسيه ناحيه بتوع الساكس. حقيقي؟ اول ما ابتدي اغني ويبتدي يلعب ورايا اسمعه هو بس، بعد ما اخلص الاغنيه اقعد اعد ل10 ل20 ل100 عشان ما اجريش وراه وابوس. انت عارفه انا بلعب ساكس. ايوه بس انت بنت الحمد لله. عشان كده انا بشتغل مع الفرقه دي، طول عمري بهرب منهم. في حد برضه بيهرب من الرجاله؟ انا اصلك ما تعرفيهمش، لكن كلكم وبتوع الساكس دولكم تاني، وانا بعيده عنهم تلاقيني بدور عليهم، واول ما اقرب منهم احس ان عايش اجمل قصه حب بجد. لكن برضه اتفاجئ انه عايز فلوس يشرب بيها يلعب قمار برضه، وتديله تصحي الصبح ما تلاقيهوش. غبيه مش كده؟ الذكاء مش كل حاجه. بس انا عايزه اقولك على حاجه، انا خلاص مش هقع في اللعبه البايخه دي تاني، انا كرهت حظي. ثلج فين؟ عارفة يا عصمت، أنا في ديسمبر الجاي هتم 23 سنة، عشان كده هبتدي أفكر. تفكري في إيه؟ زوج، أسرة. عرفتي ليه أنا مبسوطة إن أنا جاية الغردقة؟ وطبعا عايزة أغاني مش كده؟ مش مليونير، كفاية يكون عنده شقة، عربية، شاليه، يا سلام بقى لو عنده يخت، بحلم مش كده؟ لا لا لا، بس على فكرة ممكن تلاقي. وانت كمان يا عصمت ان شاء الله هتلاقيه. بس بقى انا عايزاه طول بعرض ماله يدومه يعني. عشان يقدر. انا بقى عايزه جوزي بنضاره. نضاره؟ اصل الرجاله اللي بيلبسوا نضاره دايما بتلاقيهم حساسين وجذابين رومانسيين. انت ما لاحظتيش الموضوع ده قبل كده؟ دلوقتي بس لاحظت. من كتر قرايه الجرايد والعواميد الصغيره نظرهم بيضع. طول عمري كان نفسي ازور زنقه الستات، اهجت لحد عزيز. لا 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 بلاش اللعبه بالثلج، بلاش اللعبه بالثلج، لا لعبه بالثلج، لا لا بلاش بس. طب هقول لكم حاجه، هقول لكم حاجه، بلاش تلعب بالثلج ونلعب لعبه البوز. مدام نهاية، زلزال؟ زلزال ايه؟ بركان يا راضي. بركان جديد.